مراحل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. الدعوة السرية في مكة. استمرت الدعوة السرية في مكة 3 سنين، حيث بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بشكل سري، فبدأ بألصق الناس به آل بيته وأصدقائه الذين توسم فيهم الخير دون الإعلان عن هذه الدعوة بشكل جهري، ورغم بلوغ نبئها إلى أبناء قريش إلا أنها لم تكترث لها. الدعوة الجهرية في مكة. وعندما جاء الأمر الإلهي ببدء الدعوة الجهرية وتعهد عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب بحمايته، قام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قومه وجمعهم في بطون قريش وبدأ ينادي عليهم: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، ودعاهم إلى التوحيد والإيمان برسالته وباليوم الآخر جهرا، مما أثار غضب قريش واستنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته، واستعملوا عدة وسائل في سبيل مواجهة دعوته عليه السلام من اضطهاد وتعذيب. الدعوة خارج مكة. في السنة 10 من النبوة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لدعوة الناس إلى الله تعالى، فلم يستجب له أحد عليه السلام، وطردوه من الطائف بالإيذاء والشتم. ثم عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليعرض الإسلام على القبائل التي تأتي لمكة في موسم الحج. الدعوة في المدينة المنورة. ثم هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية ليؤسس دولة الإسلام، فبنى المسجد النبوي ليكون أول مسجد في الإسلام، وبدأ تأسيس الدولة الإسلامية ونشر الإسلام بين القبائل.